ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى يكون كل شيء بخير على خير ويكون كل شيء في سيستم مزيان وفي مورال طوب كيف ديما. الناس اللي تعطلت عليهم كنقول لكم سمحوا لي بزاف لحقاش كانوا شي مشاغل واعمال، داكشي علاش تعطلت هاد المده كامله كنظن ديال شي 3 موا. المهم ما عليناش، في هاد الفيديو ان شاء الله غنديروا واحد تيست درايف ديال ام بي كا 2017. ام بي كا ياماها اللي معروف عليها كيقولوا عليها ستاند. المهم كما كتشوفوها هي وكما تكونوا شفتوا السينيماتيك ديالها. باش ما نطولش عليكم كنخليكم مع لي زانفورماسيون كيف العاده. نتمنى يعجبكم الفيديو ونتلاقاو من بعد. المهم كما العاده لي زانفورماسيون عليها كما كتشوفوا الديزاين ديالها راه تكون شو السينيماتيك كيفاش داير. نبداو باللي كوموند ديالها. عندنا هنايا لا كوموند ديال ديماراج، كلاكسون، دي سينيال وفاركود. كوموند ديال فاركود عندنا هنايا، فيها كونتور ديجيتال. بالنسبه لي زوبسيون اللي فيه كدور كونتاكت كتعطيك الكونتيتي ديال ليسونس شحال عندك. هنا عندك الكيلومتراج ديال لا فيتيس اللي غادي بها. عاد عندكم هنايا الكيلومتراج بالنسبه للطريق اللي كتضربوا كتقيد لكم هنايا. المهم ما عليناش، هذه اللي كتعطي بان ليسونس الى ساله كتشعل البوله كما دابا راه شعلانيت واكحه. المهم ما عليناش، عندكم هاد البايله هادي اللي كاينه هنا ديال لي سينيال ليمين وليسر. اون فوا شعلتي ليمين كتشعل، شعلتي ليسر كتشعل. هنايا بالنسبه لي الا سخن الموتور كتشعل لك البوله، كتعلمك بانها راه الموتور سخن. الوغ ما هي ماشي رادياتور وهي غير ريح، بالضروري توقف الا ما وقفتيش غتكوليها. ما عليناش، بالنسبه للماكينه ديالها نفس الشكل ديال الايروكس والجوك. حتى هي عندها ماكينه هنا غير هي مختلفه بحاجه واحده، عندها الفلتر فوق الماكينه. الجوك والايروكس عندهم فلتر هنا، هذه عندها فلتر فوق الماكينه على مورتيس. المهم بالنسبه للومبرياجات اللي فيها بحالها بحال الايروكس والجوك 15 ستاندر. الشاك ما كذلك باللوطه اللي كاين هنايا تشوفوها عندي هنا، راه باقاني 8 بياس ديال الروداج لحقاش باقا ستاند اصلا جديده. زوين الجاكما اللي فيها هي هادي اللي كتخرج معاها من لا ميزون. هنا فين كاين الاختلاف بالنسبه للجوك والايروكس، اللي ما عارفش غيدخل عندي لاشين غيلقى لي فيديو ديال لي تيست درايف ديال الجوك وديال الايروكس. ما عليناش، الجوك والايروكس كتكون عندهم هنايا بومبا طاسه في الكري كيقولوا لها طاسه الماء. هادي ما فيهاش، هادي ريح، هادي فيها فرفاره فونتيلاتور. الوغ كما قلت لكم خاصكم تحاولوا عليها في الطريق باش ما تسخنش وتصدقوا في شي مشاكل ماشي هي. ما عليناش، بالنسبه للفرينات فيها فريند اللور فيري دوات كابل، وفريند القدام ديسك بالزيت كما كتشوفوا ها هو اللي كيدوز الزيت. ديسك بنوات بعدا راه فيها القدام 120 70 12 مهم بيريلي بنو دوريجين، والبريمبو راه معروف ديازك، والبنو اللور اش تشوفو البنو اللور. البنو اللور 130 70 12، اذا القدامي 120 واللور 130 زايد ب 10. ما عليناش، كيما كتشوفو الموطور ها هو ام بي كا بالبلاكة ديالها ناضية. دابا غيبقى لينا غير الديماراج. بالنسبة للديماراج غندور كونتاكت على اليمين وغنشد الفران ديال اللور. ضربوا باش دويرة، واش ضربوا باش دويرة؟ مرحبا. بسم الله على بركة الله نتحركوا شوية. بالنسبة للركبة فيها مريحة بزاف، هي أصلا ديال صحاب التقصار كيبغي كابراج البرن لحقاش فيها تا كومبريسيون مجهدة بزاف. مانيابل في الصوكة ديالها، إذا كتقصر كيما بغيتي بيها. اللهم بارك فيها واحد الكومبريسيون اللي مزيانة بزاف.
ننساش لا فامي وصلنا لاخر ديال الفيديو. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو بزاف وما نعاودش نقولها لكم. غتهبط لتحت غتلقى واحد لايك غطابي عليها. الا كنتي اول مره كتشوف لي فيديو ديالي كنقول لك مرحبا بك عندي في لاشين حاكم في الشركه، مرحبا بكم كاملين. غتهبط لتحت غدير ابوني وغتاكتيفي الجرس اللي في الجنب ديالو باش ما نطولش عليكم. كنتمنى لكم السعاده في حياتكم ونخليكم الفيديو الجاي ان شاء الله. تشاو.